اعود لكم تاني يا جماعه في الجزء التاني من تصليح الايه الكشاف دوت. الكشاف طبعا دوت احنا انتهينا في الفيديو اللي فات ان البطاريه هي السبب. قسنا عليها الفولت لقيناه 29 فولت. طبعا 29 فولت كتير على شحن على البطاريه، لان البطاريه يعني بتخرج زي ما احنا شايفين كده 4.5 من 10، 4.6 من 10. اما انا الاقي عليها 29 فولت على طول كده اعرف ان البطاريه دي ما بتقومش بدورها، وهو التنعيم، تنعيم الفولت اللي هو هتتشحن بيه، لان دي بتخرج 4.5 من 10. طبعا احنا ساعه ما قسناها كان 29 فولت، هنقيس دلوقتي ونشوف. بص يا جماعة، 4.1 من 10، مش زي ما احنا شايفين كده اهو، اهو نجيبها هنا كده اهو، 4.1 من 10، 4.1 من 10 فولت كده. اطمنت ان البطارية اشتغلت، لان تقريبا بتخرج لي نفس الخارج. اما 29 فكتير كتير كتير قوي. فطبعا هنحاول نجرب كده ونشوف. لا لتحت اهو كده يا جماعه، كده العطل كان من البطاريه، البطاريه كانت ناشفه او جافه اهو. طبعا من الحاجات اللي تقدر تخليني ان انا اكتشف العطل في البطاريه ولا لا، ان انا بقى افصل الكهرباء عنها. وانا فاصل الكهرباء اشوف عليها كهرباء ولا لا، يعني كده اشوف عليها كهرباء. انا فاصل الكهرباء العموميه ال 220 واشوف عليها، اشوف البطاريه تخرج فولت ولا لا. خرجت لي فولت 4.7 من 10. لو ما خرجتنيش وهي خارجه 4.7 من 10 يبقى هي مش شاحنه يا جماعه. عشان اعرف شاحنه ولا لا، ان انا اقيس عليها الفولت هلاقيه حوالي 4.1 من 10، 4.5 من 10. يبقى كده البطارية دي عليها فولت وبتخرج لي فولت عشان تشغل اللمبات دي. طبعا لو ما طلعت ليش يبقى هي بعد ما اكون انا شحنتها وحطيتها في الشحن مدة كافية وما بتطلع ليش، وبقيس الاول وهي في الكهرباء بقيس عليها فولت، وبعد كده بعد الشحن اشوف في فولت ولا لا، ما شحنتش يبقى هي اللي بايظة. وده يبقى دليل ان هو ان هي اللي هي البطاريه هي اللي بايظه. طبعا في حاجه تانية، ان انا ممكن اشوف اللمبات شغاله ولا لا عن طريق مصدر جهد 4.4 من 10، 4.5 فولت. انا اجيبه من دايره عندي عاملها، فهم الطرفين بتوعها ادي الموجب وادي السالب على الطرفين بتوع البطاريه، واشوف هيشتغل ولا لا. اشتغل يا جماعه اهو، كده جميع اللمبات شغاله. يبقى انا كده خلصت من ان عرفت ان اللمبات دي كلها شغاله وسليمه. اروح اشوف بقى ايه العطل، هل في البطاريه، هل في الدايره دي ما بتغذيش البطاريه بالفولت اللازم ليها عشان تشحن وتتملي. افضل اقيس الدايرات دي او الموحدات دي، اشوف اي شورت فيها، اشوف اي مقاومه بتشاور عليها او محروقه، اشوف المكثف دوت بيطلع لي الفولت اللازم بتاعي لتشغيل وشحن البطارية ولا لا. طبعا اتأكد من المفتاح دوت اهو، ليه 3 اطراف كده اهو، كده بيشغل لي اللمبات اللي فوق وفوق، وده الفوقاني دوت ممكن يشغل لي مثلا لو في لمبات تانية زي يعني جزء ينور لك كده وانت ماشي، وده ينور لك عمومي. طبعا ارجو ان يكون استفدتوا من الشرح اللي انا قلته ده، وما اكونش قصرت في حاجه. طبعا من النصائح اللي اقدر اقولها انك بعد ما تشحن البطاريه افصلها من الكهرباء وما تسيبهاش في الكهرباء على طول، لان هيفضل واصل لها كهرباء وتستهلك كهرباء كتير، وتستهلك والبطاريه تبقى تحت ضغط على طول، عليها ضغط على طول، فتسهل بعمليه
ان هي تبوظ بسرعه طبعا. وممكن اشحنه بعد يعني اشحنه وافرغه كل حوالي شهر. وارجو ان تكونوا استفدتوا، وشكرا.